بايا انا بدي اعمل اليوم شوية شوشبرك مع الكبة اللبنية، يعني مع بعض بدي ادمج الثنتين، شايفين؟ فعيرت كيلتين زي هذول، واحدة قمح وواحدة طحين لجميع الاستعمالات. بدير ملعقة صغيرة ملح فقط، لا غير، بستعمل للعجينة. انا عندي الكوب هذا فيه مية، شايفين؟ نفس الكوب اللي عيرت فيه مليته مية، بدي احط نصه في العجانة، نصه بالضبط، شايفين؟ وابلش احركها واحط في الطحين. هاي شايفين هذا الطحين بحرك الملح فيه، ما بنحط خميرة احنا له للعجينة الشوشبرك. بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين؟ في الطحين انا بدي اكمل الطحين الباقي مشان اعرف قديش بده. اخذ الاول قسم الاولاني نص المق، نص الكاس الستانلس ستيل، شايفين؟ ها نزيد شوي شوي، ها ما بدي اكثر، لانه طحين اصلا القمح بيمتص المي زياده، ها هيك اكل معاي يعني كوب قمح وكوب طحين ابيض وكوب ماء اخذ معي. اذا صبايا ما بزيد ولا نقطه انا ميه على العيار اللي حطيته، لان العجينه طريت، بس بدي اعيد عليها تنعجن كمان شويه بس، شايفين؟ صبايا حطيت نقاط من الزيت في الزبدية اللي كان فيها الطحين اصلا، وخليتها مشان احط فيها العجينة. صبايا هيني، شايفين؟ بدي اخليها ترتاح ربع ساعة مشان ابلش فيها. هاي صبايا انا خليت العجينة ترتاح، حطيت هون كيلو لحم بلدي، شايفينها؟ خروف، ما حطيت زيت او سمنة معها، منها فيها دهنها نزل، وعبين ما احمرها وادير عليها راسين بصل، شايفين؟ على نار واطية اول اشي، شايفين؟ صبايا هنا بلشت تقريبا تنشف اللحمة، فادير عليها البصل الناعم، راس واحد حطيت، شايفين؟ هنا البصلات، هون حطيت انا ملعقة زبدة واحدة، بحركهم مع بعض لانه اصلا هي ما عليها لا سمنه ولا زيت ولا اشي، شايفين؟ لما تتحمر البصله او تبذل معها رشه ملح، وهون رشه فلفل، شايفين؟ وبنحرك نتركها لما تستوي اللحمه وهي مغطيه. صبايا بدي احط شوية كزبرة انا على اللحمة، نهركها مع بعض. هون انا بدي ازيد صبايا ربع ملعقة صغيرة كركم، يعني على الريحة بس يعطيني شبه لون، يعني شايفين؟ شايفين احلاها. هون انا نزلت طفيت النار، وهيها عندي الحشوه كيف صارت، بستناها تبرد مشان احشيها في العجينه. المكيال اللي حطيته عمل لي 4 قطع، شوفوا ما احلى العجينه، شايفين؟ ها كيف طراوتها، بس مشان افرجيكم كيف طراوتها، روعه يعني، طريه طريه، لا هي جامده ولا هي طريه. هنا العجينه عملناها في الفنجان القهوة التركي، شايفين؟ قبل ما نخلصهم بنرد نفرجيكم كيف بنحشوا. أكيد الكل بيعرف حشوتها والكل بيعرف يحشيها، وأنا عشان هميزة لأنها في طحين القمح. صبايا هاي الحشوة جاهزة، شايفين؟ أكيد الكل بيعرف الحشوة كيف بتتعمل، شايفين؟
انت بتقدري تخليها زي القطايف زي هيك، واكيد بتقدري تعمليها بهالطريقة هاي. صبايا هون احنا جهزنا الششبرات شايفين، وهون جهزنا الكبة، انا مفرزيتها عميتها مفرزيتها شايفين. صبايا انا حاطة في الخلاط حبة جميد دقيتها، اكيد الكل بيعرفوا الجميد شايفين، وبدي اخلطها واغليها مع لبن الشنينة. صبايا احنا بلشنا نقلي في الكبة نجهزها شايفين، مشان نسقطها مع الششبرك بس يغلي. هيا صبايا احنا الان خلصنا من قلي الكبة كاملة. صبايا هون انا حطيت اللبن صفيته هيو مشان يغلي. طبعا انا ما بحط لا بيضة ولا نشا عليه هذا شايفين، الجميد مش بحاجة لا نشا ولا لبيضة مع اللبن الشنينة شايفين. هي بستنى فيها لما تغلي مشان اسقط الششبرك فيها. هون اللبن بغلي، فالان بدي انزل بسم الله الرحمن الرحيم الششبرك شايفين. هون باقي الششبركات بنزل فيهم انا، شوفوا لونهم كيف غامق عشان طحين القمح صحيا اصلا. خلاص صبايا انا بحضر في الصوبر مشان ازين في الششبرك، اقلل ثوم مشان كمان ازين فيه واحط طفل منه على الخليط الششبرك يعني شايفين. صبايا هون انا بدي انزل الكبة مع الششبرك شايفين، الطريقة ما احلاها، بس في المراحل الاخيرة اكيد بكون لانها ما بتتحمل سلق كثير الكبة هاي، في ناس بدير عليها اللبندير او هذا، بس انا لا بحب احركها مشان تاخذ طعم الثوم. هسه بدي اقلع ثوم وافرة لاني بدي اقسمها على قسمين، قسم هلا بدي احطه فوق الكبة، وهي كزبرة ومتين كزبرة مفرمات ناعمات بدي احط مع بعض شايفين، وادير نصهم على اللي في الطنجرة ونص ازين فيه. صبايا هون انا نص هاي بدي احطه للزينة والنص الثاني بدي اديره هون شايفين. هذا للزينة هون شوي شوي عشان الكبة ما تتفزر، وبنخليها تغلي بس 5 دقائق عليها شايفين. ها صبايا زيناها بالثوم والكزبرة وفي الصنوبر، وشو احكي لكم الطعم مش طبيعي شايفين. يا صبايا هون جاهزة للتقديم، بتمنى الكل يجربها على طريقتي. الباشا وعساكره، تفرجوا صبايا تفرجوا تفرجوا الابداع يا صبايا، يا ريت الكل يعملها قد ما هي زاكية ومميزة.